بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الطلبة الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من محاضرة الـ Histology of the Skin or Histology of the Integumentary System. في الجزء الأول من هذه المحاضرة تحدثنا عن الـ Functions of the Skin، تحدثنا عن الـ Histology of the Epidermis، تكلمنا عن الـ Histology of the Dermis، وأخيرا تحدثنا عن الـ Histology of Subcutaneous Tissue. اليوم إن شاء الله رح نتكلم عن بقية الموضوعات في Chapter Skin، نتكلم عن Sensory Receptors, Epidermal Derivatives, Hairs, Nails, Glands، وأخيرا رح نتحدث عن Skin Repair. بداية Sensory Receptors of the Skin، ذكرنا في وظائف الجلد أنه يعتبر The skin is an enormous sensory organ لأنه يحتوي على عدد كبير من السنسوري ريسبتورز المسؤولة عن different modalities of somatic sensations. بصنف السنسوري ريسبتورز الموجودة في الجلد إلى مجموعتين، المجموعة الأولى unencapsulated receptors والمجموعة الثانية encapsulated receptors. إيش المقصود بهذا الكلام؟ unencapsulated These receptors have no connective tissue capsule، بينما الـ encapsulated receptors have a connective tissue capsule. الـ unencapsulated group includes Merkel cells, free nerve endings, root hair plexus. والـ encapsulated receptors تشمل الـ Meissner corpuscles, Pacinian corpuscles, Cruz end bulb and Ruffini corpuscles. بداية حنتحدث عن الـ unencapsulated receptors. حنبدأ بالـ Merkel cells. Merkel cells ذكرناها من ضمن الـ cells of the epidermis of the skin. Each Merkel cell is associated with expanded nerve endings. شو يعني expanded nerve endings؟ يعني هذا عبارة عن afferent أو sensory nerve، النهاية تبعته الملاصقة للميركل سيل بتكون expanded. هنا في عندي synapse بين الميركل سيلز وبين الأفرنت sensory nerve، أي تغيرات في depolarization في الأكشن potential of Merkel cells in response to stimulus رح تنتقل للsensory nerve ومنه إلى central nervous system. The functions of the Merkel cells act as tonic receptors for sustained light touch. شو يعني tonic receptors؟ بعرف التونيك ريسبتور إنه a receptor that adapts slowly to a stimulus، يعني بيتكيف بشكل بطيء مع المؤثر، وبالتالي بيستمر في نقل الإحساس لفترة طويلة. وبالتالي التونيك ريسبتورز بتستمر في نقل الأكشن بوتنشال لفترة طويلة، فبتعطيني بالإضافة للمعلومات عن الستيمولس نفسه بتعطيني معلومات عن الديوريشن of the stimulus. الشغلة الثانية اللي هي sensing an object's texture، تتحسس أو تستطيع أنها تعطي معلومات عن القوام، عن الشكل الخارجي تبع الأجسام بشكل عام. وين الميركل سيلز بلاقيها؟ هي بلاقيها هنا بين خلايا الستراتم بيزالي زي ما أخذنا، وهي الأفرنت أو سنسوري نيرف قريب من الميركل سيلز بيكون إلو expanded ending بهذا الشكل. وهنا اللي بيستجيب بداية هي التكتايل ديسك أو الميركل سيلز، بتنقل للأفرنت أو سنسوري نيرف ومنه إلى السنترال نيرفوس سيستم. المثال الثاني من الـ unencapsulated receptors هي الـ free nerve endings اللي هي النهايات العصبية الحرة. وين بلاقيها موجودة؟ بلاقيها موجودة في الـ papillary dermis، يعني في superficial layer of the dermis، وأيضا in between the lower epidermal cells. لو رحنا على الصورة هنا بلاقي هاي النهايات العصبية، شايفين نهايات عصبية لا في مستقبلات ولا في شيء، هي الـ free nerve endings موجودة في الـ papillary dermis وموجودة أيضا in between the lower epidermal cells. عن إيش مسؤولة الـ free nerve endings؟ مسؤولة عن الـ sensation of high and low temperatures، الـ extremes of temperature، الـ pain sensation and itching، وتشتغل أيضا كـ tactile receptors. أيضا الـ free nerve endings تعتبر tonic receptors.
root hair plexus من اسمها، هي عبارة عن plexus يعني ضفيرة عصبية بتكون حوالين الهير روت، حوالين الهير روت. وين الهير روت؟ هو الجزء من الشعرة المدفون في السكن، هذا الجزء من الشعرة المدفون في السكن بيكون بداخل الهير فوليكل. شايفين هذه البلكسس اللي حوالين الهير فوليكل بنسميها روت هير بلكسس. وطالما ريليتد للهير اذا هذه كان ديتكت اني موفمنت اور بيندينج ان هير، detects movements of the hair زي ما حكينا قبل شوية. هي بتكون موجودة في الريتيكولار ديرمس لأنه الهير فوليكلز بتكون موجودة deep in the dermis. الآن نتحدث عن النوع الثاني من الريسبتورز اللي هي الانكابسوليتد ريسبتورز. انكابسوليتد ريسبتورز يعني ريسبتورز that have a connective tissue capsule. خاصية عامة بتجمع الانكابسوليتد ريسبتورز all are phasic mechanoreceptors. لما أقول phasic mechanoreceptor أو phasic receptor is a receptor that adapts rapidly to a stimulus. يعني بيستجيب بشكل سريع للstimulus، وبالتالي لازم يصير في تغير في الintensity of the stimulus عشان تستمر هذه المستقبلات في الإرسال الaction potentials. أول نوع Meissner corpuscles. الميسنرز corpuscles عبارة عن elliptical structures. لما احكي elliptical يعني بيضاوية الشكل، إلها أبعاد زي ما احنا شايفين، تتكون من sensory axons. هذه sensory axons winding among flattened Schwann cells. هذه Schwann cells arranged perpendicular to the epidermis in the dermal papillae. لو رحنا على الصورة هنا بنطلع على الميسنر كورباسلز أو بنسميها تكتايل كورباسلز. هي تكتايل كورباسلز وين البوزيشن تبعها؟ موجودة في البابيلاري ديرمس، عبارة عن افرنت سنسوري نير داخل جوا وبيلف. بيلف بين مين؟ بيلف بين شفان سيلز. هذه الشفان سيلز بتكون موجودة بشكل perpendicular to the epidermis and dermal papillae. لو رحنا على الصورة هنا، هذه عبارة عن H and E stained section of the Meissner or tactile corpuscle. وين النير فايبر؟ هاي النير فايبر، هدول هاي النير فايبر winding around or among flattened Schwann cells. هاي flattened Schwann cells موجودة بهذا الشكل. لو بدنا نيجي نرسم هذه الرسمة، نرسم زيك. أول حاجة في إلى connective tissue capsule، شكلها بيضاوي الشكل. إلى connective tissue capsule مكون من collagen fibers و fibroblast. أوكي، بعدك بنلاقي إنه هاي الشفان سيلز، هاي النيوكلياي تبعتها بشكل horizontal موجودة، بشكل horizontal موجودة، وهي تكون perpendicular to the epidermis and dermal papillae. الأفرنت نيرف اللي فايت جوا بلاقي بدأ إيش يتفرع in between the Schwann cells. وهذه Schwann cells عبارة عن modified Schwann cells، مش زي اللي احنا بنعرفها المسؤولة عن myelination of axons. نكمل حديثنا عن Meissner corpuscles. Meissner corpuscles مسؤولة عن light touch، مسؤولة عن light touch. لما احكي عن light touch هذا منطقي الحديث، ليش؟ لأن وين هي موجودة؟ موجودة في superficial dermis يعني قريبة من skin surface، وبالتالي أي لمس خفيف لسطح السكن على طول بيصير في bending أو بيصير في deformation of Meissner corpuscles، وبالتالي action potential stimulation of afferent or sensory nerve fibers. They are also responsible for low frequency stimuli. الميسنر كورباسلز بتكون النيومرس في الفينجر تيبس، المناطق الأكثر حساسية في الهيومن بادي اللي هي الفينجر تيبس، أطراف الأصابع، في اللبس، في الشفاه، في البالمز and soles. The number of Meissner corpuscles decline slowly with age. بيقل تدريجيا مع العمر، وتلاقي انه في الاحدث سنا عدد الميسنر كورباسلز في المناطق اللي ذكرناها بيكون اكثر، كل ما تقدمنا في العمر بيقل عدد الميسنر كورباسلز. هاي الصورة اللي احنا حكيناها.
طيب عندنا medical application related للميسنر corpuscles. The density of tactile myosin corpuscles in the skin can be determined approximately by two-point discrimination test. شو two-point discrimination test؟ هذا تيست احنا بنجريه على الشخص انه الability of the individual to detect two points of stimulation as two separate points of stimulation. وبالتالي كل ما قلت المسافة بين هدول الـ two points كل ما كان الـ density of Meissner corpuscles أكبر. كل ما كانت الـ density of Meissner corpuscles أكبر. كل ما زادت هذه المسافة مثلا لو فرضنا طبعا الـ two point discrimination test بتكون أوضح شيء وأصغر مسافة في الـ fingertips و sensitive regions of the body بتكون كبيرة هذه المسافة مثلا على السكين of the back. فحنلاقي انه نيجي والله point of stimulation اشعر فيها وpoint التاني تبعد عنها 1 سنتي ما حسش فيها. معنى الكلام انه هذه المنطقة من السكين covered by a low number of Meissner corpuscles. ال two point discrimination test indicates the number of tactile corpuscles in the skin which normally declines during adult life. Loss of tactile corpuscles. احنا بنتكلم بشكل فيسيولوجيكالي انه مع تقدم العمر بقل عدد الميسنر كوربسلز. لكن في حالات مرضية زي السكليروديرما. السكليروديرما بيزيد فيها thickness of the skin وبالتالي امكانية الديفورمابيليتي وتغيير الشيب اوف ذا سكن بيقل وعدد كمان المستقبلات الحسيه الموجوده الميسنر كوربسلز بيقل في الديزيز زي السكليروديرما ما يعتبر من الاوتو اميون ديزيزز. اذا لوس اوف تاكتايل كوربسلز اور ريدكشن ان ذير اكتيفيتي كان بي ديتكتد ان سكليروديرما اند سيرتن اذر كونكتيف تيشو ديسوردرز التي تؤدي الى سكليروسيس اور هاردنينج اوف ذا ديرمس and tightening of the skin. هنا السكن بتزيد الفايبرس تشو فيها وبالتالي بنلاقي استجابتها للمستقبلات الحسية او للستيمولاي المختلفة بتقل. المثال الثاني من الـ encapsulated receptors هي lamellated or Pacinian corpuscles. lamellated or Pacinian corpuscles عبارة عن large oval structures. برضو oval لكنها large والحجم تبعها او الديامتر تبعها ممكن يوصل ل 1 مليمتر. موجودة deep in the reticular dermis and hypodermis. يعني موجودة في deep layer of the dermis زائد الhypodermis او subcutaneous tissue. على طول بيجي في بالي انه هذه مستحيل تكون مسؤولة عن اللايت تاتش. ليش؟ لانه اللايت تاتش بده ريسبتور يكون قريب من السكين سيرفيس. اذا هي مسؤولة عن ايش؟ مسؤولة عن الكورس تاتش، مسؤولة عن البريشر، حاجة محتاجة قوة عشان تعمل deformation of the skin، مسؤولة عن الفايبريشنز كذلك. إلها outer connective tissue capsule و15 إلى 50 thin concentric lamelli of flattened Schwann cells. برضو نفس الحاجة بنرسم الconnective tissue capsule، بعد كان يجي نرسم من 15 ل 50 لملي من الموديفايد شوان سيلز تحيط بالافرنت سنسوري اكسون اوف باسينيان كوربس. هذا السنسوري اكسون هو الهايلي برانشد انمايلينيتد اكسون. لاميليتد كوربسلز حكينا مسؤول عن الكورس تاتش سنسيشن، بريشر سنس اللي هو السستين تاتش والفايبريشنز. ايضا موجوده الباسينيان كوربسلز في الكونكتيف تيشو اوف ذا اورجانز، موجوده في عشان الاسترتش سنسيشن، موجوده في الوول اوف ذا ريكتام، موجوده في الوول اوف ذا يورينر بلادر، وبالتالي هي المسؤوله عن الاسترتش سنسيشن الذي يؤدي الى الديزاير اوف ديفيكيشن اور ديزاير اوف ميكتوريشن. وبالتالي هذه اللي بتعطي إشارات للجسم بامتلاء أو وصول الفيسز للريكتام وكذلك امتلاء اليورينر بلادر والديزاير فور بوث ديفيكيشن اند ميكتوريشن. لو جينا نظرنا هنا هي اللاميليتد كوربسل اور
باسينيان كورباسل، وهي الان مايلينيتد اكسون اللي بيكون هايلي برانشد، وهدول عباره عن 15 الى 50 كونسنتريك لاميلي اوف موديفايد شفان سيلز. لو جينا نظرنا هذه عباره عن ايش؟ اكسلنت، هذه المايسنر كورباسلز زي ما احنا شايفين، نلاقي انه الافرنت سنسوري نيرف راميفاينج ان بتوين ذا فلاتند شفان سيلز، وهنا الكونسنتريك لاميلي وهي السنسوري نيرف موجوده، الكونكتيف تيشو كبسول يحيط بالباسينيان كورباسل من الخارج. لو لاحظنا احنا هذا المقطع ماخوذ وحواليه اديبوز سيلز كتير، اذا احنا موجودين في الهايبوديرمس او في السبكوتينيوس تيشو. المثال الثالث هي الكروز اند بالبس، وهذه عباره عن انكابسوليتد، لها كونكتيف تيشو كبسول، اوفويد ستراكشرز يعني اوفال ان شيب، اكستريملي ثين كولاجينس كبسول penetrated by a sensory fiber. لازم كل receptor is associated with sensory fiber. موجودة وين؟ موجودة في the skin of the penis and clitoris. هذه الكروز اند بالبس مسؤولة عن low frequency vibrations. لو رحنا عليها كروز اند بالب هي موجودة هنا تقريبا في superficial layer of the reticular dermis، موجودة في the skin of the penis and clitoris. الرافيني كورباسل آخر واحدة برضو إلها collagenous fusiform capsule، fusiform يعني بهذا الشكل تقريبا، anchored firmly to the surrounding connective tissue، إلها sensory axons stimulated by stretch or twisting in the skin. برضو موجودة في هذه الصورة هي عندنا الرافيني كورباسل، هي مسؤولة عن stretch or twisting of the skin. هذه الصورة بتجمع المستقبلات، رافيني endings، ميركل discs، باسينيان كورباسلز، مايسنر كورباسلز، فري نيرف endings، كروز اند بالبس اند روت هير بلكسسز. اذا هيك بنكون احنا تحدثنا عن الديفرنت types of sensory receptors present in the skin. تكلمنا عن ال unencapsulated اللي هي ال free nerve endings المسؤول عن ال pain, heat, cold وأيضا tactile sensation. ال Merkel discs المسؤول عن ال light touch، وال root hair plexus المسؤول عن ال touch وال movement of hair. وتكلمنا عن ال encapsulated ال Meissner corpuscles المسؤول عن ال light touch and low frequency vibrations. Pacinian corpuscles المسؤولة عن الكورس touch, pressure sense and vibration. Raffini corpuscles مسؤولة عن stretch and bending. والكروز and bulbs المسؤولة عن low frequency stimuli أو low frequency vibrations في مناطق زي البينس والكليتوريس. الآن ننتقل للإبيدرمال appendages or epidermal derivatives which include hairs, nails, and glands, both sweat and sebaceous glands. بداية الهير عبارة عن إيش؟ عبارة عن elongated keratinized structures، يعني هي خلايا ميتة مكتنزة بالكيراتين. بتطلع من epidermal invaginations called hair follicles. إذن الجراب أو الوعاء اللي بيحتوي على الهير هو derived from the epidermal cells، صحيح مكانيا موجود في الديرمس لكنه الخلايا الموجودة داخل الهير follicle عبارة عن epidermal cells بداخلها elongated keratinized structures called hair. عدة عوامل بتحدد الكالر والسايز والشيب and texture of hair، اللي هي العمر الايج، الجينيتيك باك جراوند والريجن اوف ذا بادي. بعض مناطق الجسم بيكون طبيعة الشعر عليها رفيع واملس لونه افتح، بينما بعض المناطق بيكون الشعر فيها كورز بيكون ثيك ممكن يكون كيرلي وما الى ذلك. All skin of the body has at least minimal hair except بعض المناطق ما فيهاش hair أبدا، زي إيش؟ زي the palms
كفه اليد زي السولز، باطن القدم، اللبس ما عليهاش الوريد مارجن اوف ذا لبس، ما عليهوش هير على الرغم من انه ثين كيراتينايز يعني عباره عن ثين سكين، الجلانز بينس اللي هو الجزء الامامي من البينس، الكليتوريس والليبيا ماينورا، كل هذه المناطق من الجسم has no have no hair. الهيرز grow discontinuously. ايش معنى هذه العبارة؟ معنى هذه العبارة انه الشعر في مناطق الجسم المختلفة لا ينمو بنفس المقدار ولا ينمو في نفس الوقت، مش بس في المناطق المختلفة، حتى في المنطقة الواحدة بنلاقي شعرة داخلة في active growth period بينما الشعر المجاورة إلها في resting period. So الهيرز growth أو الهير growth undergo continuous or alternative periods of growth and rest. The growing hair follicle has a terminal dilation called hair bulb. لو جينا اطلعنا على هذه الصورة بنشوف هذا الـ epidermis of the skin اللي احنا عارفينه، وهي الـ dermis of the skin. لو نظرنا هي الـ basement membrane اللي بيفصل الإبيديرمس عن الديرمس، نتبع البيزمنت ميمبرين بنلاقيه نزل جوا الديرمس، عمل لي هذه التيوب اللي بنسميها هير فوليكل، وفي هذه المنطقة عمل لي السبيشيس جلانز، وبعد كده رجع كمل كإبيديرمس عادي. هذه التيوب سميناها هير فوليكل. لو نظرنا طبعا هي سيلندريكال تقريبا، التيرمينال بارت تبعها هذا بيكون دايليتد بنسميه هير بالب. إذن الهير بالب هذا جزء من إيش؟ الهير بالب جزء من الهير فوليكل بيكون دايليتد. الجزء من الشعرة اللي بيكون جوا السكن جوا الهير فوليكل وجوا الإبيديرمس بنسميه هير روت، والجزء اللي فري من الشعرة above the skin surface is called hair shaft. لو نظرنا للهير بالب هنا بنلاقي انه الابيديرمس هي سوري بنلاقي انه الديرمس الموجود هنا دخل جوا، خلي لو فعلنا الرسم، هي عندنا قلنا هذا هو الهير بالب، بنلاقي انه الديرمس فات لجوا عمل لي سمول بابيلا ورجع تاني طلع. هذه السمول بابيلا بنسميها هير بابيلا. ايش المحتوى تبع الهير بابيلا؟ بنلاقي من البلاد فيسلز الموجوده في الديرمس اند هايبوديرمس تطلع بلاد كابيلاريز وتعمل لي كابيلاري بلكسس جوا الهير بابيلا. هذه الديرمال بابيلا اور هير بابيلا which contains capillary plexus is responsible for nourishment and oxygenation of cells الموجوده في الهير بالب، الابيديرمال سيلز الموجوده في هذه المنطقه اللي بنسميها hair matrix. هذه الهير matrix الإبيديرمال سيلز هي مشتقة من stratum basale وspinosum وإلها القدرة على الميتوتيك activity. في من بعض خلايا الماتريكس في ميلانوسايت بتفرز الميلانين، الميلانين بيتم تخزينه جوا الكيراتينوسايتس اللي بتنتج وبتكتنز بداخلها الكيراتين وبتكون terminal differentiated وبتبدأ تكون مسؤولة عن growth of hair. إذا الهير ماتريكس هي مجموعة من الإبيديرمال سيلز of the stratum basale and spinosa تنقسم مسؤولة عن نمو الشعرة في الطول وبتغطي الديرمال بابيلا أو الهير بابيلا الموجودة at the bottom of hair bulb. بنلاقي إنه الهير ماتريكس بعدك بتصير البيريفرال layer of the hair matrix or superficial layer continuous مع الأطراف تبعت الهير فوليكل مع طبقتين من الإبيثيليال سيلز. في طبقة من الإبيثيليال سيلز لو أنتم لاحظين هيها بتضلها موجودة لغاية هذه النقطة فقط، لغاية الأوبنينج of the duct of the sebaceous gland. هذه الطبقة من الإبيديرمال سيلز بنسميها internal root sheath. لبرة منها في طبقة تانية من الإبيديرمال سيلز لو اتبعناها بنلاقيها مكملة مع الإبيديرمس مع الستراتم بيزالي وسباينوزم. هذه الطبقة الخارجية بنسميها external root sheath. الإكسترنال root sheath والإنترنال root sheath مع بعضهم بيعملوا لي الإبيثيليال root sheath اللي بيفصلوا عن الديرمس. هذا الخط الأحمر اللي أنا رسمته اللي بنسميه glossy membrane.
الجلاسي ممبرين المقصود فيه البيزمنت ممبرين of the epidermal cells of hair follicle which separates the epithelial root sheath from the condensed dermis around the hair follicle. الدرمس حوالين الهير فوليكل بيتجمع بيعمل لي condensed layer بنسميها connective tissue root sheath. اوكي، لو رجعنا على الكلام تبعنا هي عندنا هنا قلنا hair bulb في dermal papilla موجودة at the base of hair bulb تحتوي على capillary network بتمد ال growing cells بالnutrients والأكسجين اللي محتاجاها. السيلز اللي مغطية الهير بالب بنسميها الماتريكس، هي المسؤولة عن ال elongation of hair root اللي هو الجزء من الشعر المدفون داخل السكن. ال part of hair extending beyond the skin surface is called hair shaft اللي هي ساق الشعرة، هذا الجزء اللي أنا بشوفه على سطح الجلد. The keratinocytes of hair bulb similar to epidermal cells of the basal and spinous layers of the epidermis divide rapidly إلها intense mitotic activity undergo keratinization لأنه الهير عبارة عن elongated keratinized structures melanin accumulation الهير الكلر تبعه بيعتمد على كمية الميلانين المخزنة داخل الكيراتينوسايتس المكونة للشعر and terminal differentiation اللي هي يعني آخر مرحلة بعدها ما فيش mitotic activity. لو أخذنا transverse section through hair root بنلاقي إنه الشعرة نفسها مكونة مش مكونة من central مضلة، هذا اللوب الداخلي، وهذه عبارة عن vacuolated cells يعني cells فيها vacuoles في السيتوبلازم تبعها بتكون large بتكون moderately keratinized cells يعني لسه ما صارتش totally أو fully keratinized. الكورتيكس اللي هو الجزء يعني بنقول هاي عندي الهير مضلة central مضلة يحيط فيها كورتيكس، هذه الكورتيكس بتكون heavily keratinized intensely or densely packed cells، cells مترصة جنب بعض بشكل كبير ومليانة كيراتين. لبرا خالص منها في عندي thin layer of heavily keratinized keratinocytes بنسميها cuticle اللي هي القشيرة الخارجية. ما يميز هذه الطبقة انه cells فيها بتكون squamous cells خلايا flat cells. هاي عندي H&E stained section، هذا cross section عشان يكون اوضح. في السنترال بارت في عندي مضلة هيها، بعديك برا المضلة في عندي كورتكس heavily keratinized densely packed keratinocytes، بعدك بتيجي الكيوتيكل طبقة رفيعة من الفلات سيلز. هذه الثلاثة layers هي الثلاثة layers of hair root. لو بدنا نضم لها كمان layers of hair follicle اللي ذكرناها، في عندي internal root sheath، بعديك external root sheath، بعديك بيجي عندي الجيل والجلاسي ممبرين هذا والبيزمنت ممبرين، بعديك بيجي عندي الكونكتيف تيشو sheath. لو جينا على هذه الصورة، هذه الصورة مقطوعة تقريبا بشكل مائل، في عندي الهير بالب هذه كلها، هذه الهير بالب، عندي هنا الديرمال بابيلا هيها السيلز اللي فوق الديرمال بابيلا، هي عندي هنا الكورتكس، بعد كده مغطيه بالانترنال روت شيث اكسترنال روت شيث والجلاسي ممبرين والكونكتيف تيشو شيث. هذه سكانينج الكترون مايكروغراف ات لو ماجنيفيكيشن شوينج ذا مضله كورتكس والكيوتيكل هي الخارجيه خالص، بعد كده بتيجي عندي الانترنال روت شيث هي الخلايا اللي بتحيط بالهير روت لغاية الـ attachment of the duct of sebaceous gland، بعدك بتيجي عندي الـ external root sheath all the way to the epidermis والـ connective tissue sheath لغاية نهاية الديرمس. حكينا انه الـ outermost cells of the hair bulb are continuous with epithelial root sheath in two layers. Internal root sheath degenerates above the level of attachment of sebaceous glands. The external root sheath هذه لا بتحيط بالinternal sheath واextends all the way to the epidermis and continuous with the basal and the spinous layers. بيجي عندي الجلاسي ممبرين اللي هو simply عبارة عن thickened basement membrane
والسراوندينج ديرمس بكون كوندنسد حوالين الهير فوليكل، بيعمل لي كونكتيف تيشو روت شيث. هاي مرة تانية اجينا كبرنا الصورة هنا، هاي عندي الهير بالب، هاي الديرمال بابيلا، وهذه هي الماتريكس. تبعنا الخلايا تبعت الماتريكس تقناها تطلع فوق كإنترنال روت شيث. لو تبعنا الإنترنال روت شيث بلاقيها فقط لغاية هذه الليفل وخلاص، هذا الليفل يساوي ايش؟ الليفل اوف ذا سبيشس جلاند الموجودة هنا. لبرا منها بنلاقي الاكسترنال روت شيث، تبعناها بلاقيها مكملة مع الستراتم بيزاري والستراتم سباينوزا. لبرا بيجي عندي الجلاسي ممبرين اللي هو الخط الاسود تقريبا هذا، والطبقة اللي لونها احمر هذه عبارة عن كونكتيف تيشو روت شيث. هاي مرة تانية هنا المظلة مش ظاهرة في هذا السكشن، في عندي كورتكس، في عندي كيوتيكل، كورتكس وكيوتيكل، بعد كده بتيجي الكيوتيكل الصغيرة هذه، بعد كده بيجي عندي الانترنال روت شيث طبقة الخلايا، بعد كده بيجي الاكسترنال روت شيث اللي عدة طبقات تحيط بالانترنال روت شيث، بعد كده بيجي البيزمنت ممبرين هيو، واخر اشي الكونكتيف تيشو شيث. من ضمن المكونات تبعت الديرمس واللي مرتبطة بالهير فوليكل هي الأريكتور بايلي مصل. أريكتور بايلي مصل يعني العضلة الناصبة للشعر، هذه عبارة عن سموث مصل باندل. الاتاتشمنت بوينتس تبعتها من الديرمال إبيديرمال جانكشن لا الكونكتيف تيشو شيث، يعني هي جايه من الديرمال بابيلا لاير لغايه الفايبرس شيث او الكونكتيف تيشو شيث اللي محيط في الهير فوليكل تقريبا في الميد بوينت اوف ذا فايبرس شيث. لو جينا نظرنا الى هذه هي الاريكتور بايلي مسل، شايفين ماسكه في الديرمال ابيديرمال جانكشن، عباره عن سموث مسل فايبرز والانسرشن تقريبا في الميد بوينت تبعت الهير فوليكل. Attached لا الconnective tissue root sheath at its midpoint. لما نيجي نقول بدنا نعمل contraction of this muscle قرب الانسيرشن من الاوريجين، راح تعمل pulling بهذا الاتجاه، راح تخلي الهير فوليكل vertical، وبالتالي ايش راح يصير في الشعرة هذه اللي كانت نايمة؟ راح تقف بهذا الشكل. إذن هذه بتعمل erection of hair، تعمل erection of hair، تعمل على انتصاب الشعر. الاريكتور بايلي مسل is supplied by sympathetic nervous system. The stimulation for contraction of erector pili muscle the cold will fear. الخوف والبرد. بنلاقي احنا في البرد الشعر المنطقة المكشوفة من الجلد بنلاقيه واقف، وهذا المحاولة عبارة عن reflex mechanism of the skin for the hair to trap more air at the skin surface. عشان يحافظ على طبقة من الهواء على سطح الجلد، وبالتالي هذا الهواء بيكتسب من حرارة الجلد، فبكون مش سطح الجلد معرض مباشر للهواء الخارجي، وإنما في طبقة هوائية محشورة بين الشعرات لها نفس درجة حرارة السكن، وبالتالي بيخفف من تأثر سطح الجلد بالبيئة الخارجية. في المناطق اللي بكون الشعر فيها fine hair very fine ومش واضح، بنلاقي إنه the contraction of erector pili muscle produce tiny bumps on the skin surface. بلاقي سطح السكين كأنه محبحب شوية، بنسميه جوز bumps اللي هو القشعريرة. الهير growth cycle قبل شوية لسه حكينا إنه الهير grows discontinuously، مناطق الجسم المختلفة لا تنمو بنفس المقدار ولا تنمو في نفس الوقت، وإنما في عندي periods of active growth، في عندي periods of arrested growth. الثلاثة major phases اللي بمر فيها الشعر خلال دورة النمو مرتبين حسب ترتيب الحروف بالأبجدية الإنجليزية A, C, T. الـ A هي مرحلة الأناجين، الأناجين هذه عبارة عن long period of mitotic activity and growth. بيجي وراها كاتاجين هي C، كاتاجين عبارة عن brief period of arrested growth and regression of hair bulb، مرحلة قصيرة بيتوقف فيها النمو حتى الهير بالب تصغر في الحجم. بعدك تيلوجين هذه final long period of inactivity،
خلالها طالما long period of inactivity حتى خلالها ممكن يصير إيش تساقط للشعر قبل بداية الأناجين الجديدة لأنها مرحلة growth of mitotic activity تبدأ الإبيديرمال ستيم سيلز اللي الموجودة في الإكسترنال روت شيث بالقرب من الأريكتور بايلي مصل to produce progenitor cells وهذه البروجينيتور سيلز بتروح على منطقة الهير ماتريكس عشان تبدأ دورة جديدة من النمو وطول الشعر. The hair growth on the face and pubis is strongly influenced by sex hormones, especially the androgens. وبيبدأ في مرحلة البلوغ نمو الشنب ونمو اللحية ونمو الشعر في منطقة البيوبس هذا influenced by sex hormones, especially the androgens. Medical application على الهير اللي هي baldness or alopecia اللي هو الصلع أو loss of hair. طبعا البالدنس والالوبيشيا يعني بينتج من complex combination of genetic and hormonal factors في عوامل وراثية جينية في عوامل متعلقة بالهرمونات however it is not well understood arresting mitotic activity in the hair matrix during cancer chemotherapy أيضا بيؤثر على الفانكشن والstructural integrity of hair follicles بنلاقي انه من الكومون سايد افكتس للكيموثيرابي العلاج الكيميائي اللي بنعطى في علاج السرطان انه يصير في تساقط للشعر لانه الكيموثيرابي نفسه بيأثر على الميتوتيك اكتيفيتي في الهير ماتريكس بيأثر على الفانكشن بيأثر على الستركتشر اوف هير فوليكلز فعلى طول بيؤدي إلى rapid alopecia على طول بيصير تساقط سريع للشعر however إنه هذه العملية reversible إيش يعني reversible بمعنى إذا توقفت جرعات العلاج الكيميائي على طول أو الكيماوي بترجع على طول الشعر تنمو من جديد والبروجينيتور سيلز تستعيد نشاطها من جديد الإبيديرمال الدريفاتيف الثاني اللي هو النيلز النيلز عبارة عن إيش عبارة عن hard plates of keratin عبارة عن صفائح صلبة من الكيراتين موجودة على الدورسال surface of each distal phalanx الproximal part of the nail is the nail root هذا النيل root اللي هو الجزء تبع الإظفر المدفون تحت الجلد لو جينا على الصورة هنا بنقول لأن هذا الإظفر في جزء منه مخبى هنا مدفون تحت الجلد هذا بنسميه hair root لو أخذنا sagittal section through the nail أو through the distal phalanx بنلاقي هاي النيل شايفين هذا الجزء من النيل هذا اللي هنا هذا بنسميه nail root إذا الجزء من النيل which is embedded within the skin is called the nail root هذا النيل root مغطى بنيل fold جزء من السكين المغطي الروت بنسميه نيل فولد طالع من النيل فولد شوية جلد بيكون رفيع كتير خفيف كتير وشفاف موجود في هذه المنطقة بنسميه إيبونيخيام أو بنسميه كيوتيكل إيبونيخيام أور كيوتيكل هذا الجزء من النيل بنسميه نيل بادي والنيل بادي بيكون قاعد على منطقة من الديستال فالانكس بنسميها نيل بيد بنسميها نيل بيد اذا النيل بيد جزء من السكين اللي قاعد عليه النيل بودي هذا الجزء من النيل which is not supported by skin يعني فيش تحتيه سكين بنسميه free edge of the nail وهذا اللي احنا بنقلمه بشكل مستمر هذا الجروف الموجود بين النيل فولد والنيل بودي بنسميه نيل جروف هذه الوايتش اريا الموجودة يعني في البروكسيمال بارت اوف ذا نيل بادي بنسميها لونيولا عاملة زي الهلال ملهاش اي اهمية موجودة على بعض الاظافر بعض الناس عندهم لونيولا بعض الناس ما عندهم مش لونيولا مش بيج ديل يعني الابيديرمال سيلز الموجودة هنا تحيط بالنيل روت من فوق النيل روت وبروكسيمال له وبنيث ذا نيل روت is called the nail matrix بكل تأكيد هذه النيل ماتريكس تحتوي على الاكتيف ابيديرمال سيلز
اللي إلها ميتوتيك أكتيفيتي اللي بتنقسم ومسؤولة عن نمو الإظفر في الطول. الجزء من السكن تحت النيل بادي، تحت النيل بادي مباشر، هذه المنطقة عند تحت الفري إيج أوف ذا نيل بنسميه هايبو نيخيام، بنسميه هايبو نيخيام. طيب حكينا عن النيل بليت وحكينا عن الهايبونيخيام، بنقول انه لجروث اوف نيل بيوصل في الفينجر نيلز الريت تبعه 3 مليمتر في الشهر، بينما في التو نيلز 1 مليمتر في الشهر. النيل بليت بيتميز انه نيرلي ترانسبيرنت، شبه شفاف، واحنا لما ننظر اليه لما نلاقي من خلاله اللون بينك معنى الكلام انه هذا يدل على الفاسكولاريتي ويدل على الأكسجينيشن of the blood، وبيعطيني فكرة عن الـ blood condition، هل هذا الشخص anemic أو لا، الهيموغلوبين تبعه within the normal range. however no، برضو النيل بليت بيتأثر الناس اللي بيشتغلوا أعمال يدوية فيها تعرض مستمر للمية، بصير thickening ونوع من الـ deformation of the nail plates وتبطل شفافة زي هذا. برضو بعض الأمراض اللي فيها نقص الفيتامينز والفيتامينز والنيوتريشنال ديفيشنسي أيضا ممكن تكون معرضة لتظهر بعض الساينز والمانيفستيشنز على النيل بليت. في هذه الصورة احنا شايفين ايه؟ شايفين ساجيتال سيكشن ستيند وذ اتش اند اي، هاي عندي هنا النيل روت، شايفين كيف غارز جوا السكن، يحيط بالنير بالنيل روت عندي الدورسال نيل ماتريكس، وهي في عندي هنا نيل ماتريكس، ومكملة كمان على الفنترال سيرفس بنسميها فنترال نيل ماتريكس. هذا الجزء هو الجزء من السكين اللي بيغطي النيل روت اللي بنسميه بروكسيمال نيل فولد، وهذا الجزء الأمامي اللي طالع منه شوية بنسميه الإيبونيخيام. الإيبونيخيام هذا تكملة النيل روت، الجزء الظاهر على الديستال فالانكس بنسميه نيل بليت، وما تحته بنسميه نيل بيد. الآن خلينا ننتقل للحديث عن الهيستولوجي of skin glands. We have two types of skin glands in the skin: sweat glands and sebaceous glands. And also we have two types of sweat glands. في عندي الإكرين sweat glands وفي عندي الإبوكرين sweat glands. However في عندي third modified type of sweat glands اللي هي السيريومينس glands الموجودة في الاكسترنال اوديتوري ميتس المسؤولة عن افراز السيريومين او شمع الاذن صملاخ الاذن، وعندنا الماماري glands اللي هي عبارة عن modified apocrine sweat glands الموجودة في البريست والمسؤولة عن افراز البريست ميلك. هي عندي هنا انواع الglands الموجودة الاسوشيتد مع البروكسيمال ثيرد اوف ذا هير فوليكل بنسميه او الابر ثيرد اوف ذا هير فوليكل اللي بنسميها سيبيشيس جلاند، وبتفتح الباكس تبعتها على الهير فوليكلز غالبا. وفي عندي هنا الجلاندز الموجوده في الديب ديرمس وفي الهايبوديرمس كمان ممكن توصل، والداكس تبعتها بتفتح على الهير فوليكل بنسميها ايبوكراين سويت جلاندز، بينما السويت جلانز اللي بتكون يعني مور سوبرفيشال في الديرمس وإلها ducts that open onto the skin surface ملاش علاقة بالهير فوليكلز بنسميها الإكراين أور ميروكراين سويت جلانز. نبدأ بالسبيشيس جلانز. السبيشيس جلانز اللي هي الغدد الدهنية موجودة في الديرمس over most of the body regions except بعض المناطق ما فيهاش sebaceous glands زي مين؟ زي البالمز and soles. سبحان الله لما تنظر للحكمة في خلو البالمز والسولز من sebaceous glands. sebaceous glands بتفرز السيبم، وهذا السيبم عبارة عن oily material. تخيل لو انه انت طول الوقت في افراز للسيبم في البالمز of the hands، كل ما تيجي تعمل اي manual work اي skilled movements بالfingers او بالhands راح تفشل بسبب ايش؟ بسبب عملية الانزلاق تبع المواد بسبب الاويل سيكريشن الموجودة على البالمز. لو موجود كمان سبيشيس جلانز في السولز راح يصير اختلال في التوازن، لانه كل ما نمشي حافين على اسطح ملساء راح نتزحلق
بسبب هذا الأويل سيكريشن. فمن رحمة ربنا إنه خلق الإنسان وأبدع خلقه وأتمه على أكمل وجه، بحيث إنه تكون الوظائف لا تعيق بعضها بعضا. السيبم هذا سائل مهم، لكن في هذه المناطق ليس له أهمية ولا نحتاج وجوده. الـ density of sebaceous glands بالأفرج تقريبا 100 glands في كل سنتيمتر مربع من السكن، لكن الـ frequency أو الـ density بتزيد لعدد من 400 إلى 900 في السنتيمتر المربع في منطقة الفيس والسكالب. عشان هيك بنلاقي إنه الفيس والسكالب هي أكثر المناطق اللي بيصيبها حب الشباب، اللي هو السبب في انسداد الدكتس اوف سيبيشيس جلانز. السيبيشيس جلانز عبارة عن برانش أسينار جلانز، يعني طبيعة السيكريتوري يونتس بتكون أسيناي، وفي عندي برانشينج اوف ذا سيكريتوري يونتس. الأسيناي كلها بتفتح على شورت دكت يوجوالي امتز انتو ذا أبر بورشن اوف هير فوليكل. زي ما حكينا كل هير فوليكل مع السيبيشيس جلانز اللي بتصب فيها بنسميها بايلو هير، يعني سيبيشيس يونت. اذا البايلو سيبيشيس يونت عباره عن ايش؟ عباره عن الهير فوليكل وكل السيبيشيس جلانز اللي بتفتح فيها. هل ممكن تفتح اكثر من سيبيشيس جلاند في نفس الهير فوليكل؟ بكل تاكيد نعم. احنا في الصور في الدياجرام بنشوف، يعني مثلا في هذه الصوره عباره عن كورونال سيكشن اور سيكشن ثرو لونجيتودينال سيكشن ثرو ذا هير فوليكل. هاي الهير موجود جوا هنا، وهي الهير فوليكل الجدران تبعته، هاي الدكت، وهي مجموعة من السبيشيس جلاندز موجودة هنا زي ما احنا شايفين. Like another سبيشيس جلاند، a third سبيشيس جلاند، a fourth سبيشيس، كلها عبارة عن سبيشيس جلاندز تفتح على السيم هير فوليكل. هدول كله مع بعضهم بنسميهم بايلو سبيشيس يونت. لو جينا على الصورة B بنشوف هنا في عندي سيلز موجودة على طبعا هذا البيزمنت ممبرين، هذا اللي بيفصل السبيشيس جلاند عن الديرمس، هذا البيزمنت ممبرين. احنا في الاخر السبيشيس جلاندز دريفاتيف من الابيديرمس. اوكي، على البيزمنت ممبرين بلاقي في عندي سترونجلي بيزوفيليك سمول سيلز. هذه السمول سيلز هي الستيم سيلز، الستيم سيلز تبعت السبيشيس جلاندز. ايش اهمية الستيم سيلز؟ الستيم سيلز تنقسم وتعوض ما يفقد من السيبوسايت. السيبوسايت اللي هي الخلايا الدهنية. هذه الخلايا الدهنية تتميز بإيش؟ تتميز انه هي بتبدأ صغيرة، بعدك بتبدأ يصير فيها تيرمينال ديفرانشيشن. خطوات التيرمينال ديفرانشيشن جوا السيبوسايت انها تحتوي بداخلها على مزيد من السيبوم وتتخلص من النواة والأورجانيز تدريجي، يعني على حساب النواة وحجم النواة والأورجانيز، لغاية ما تكتنز تماما بالسيبوسايتس ويصير لها ايش؟ يصير لها اكسبلوجن، تنفجر الخلية، تطلع النواة والأورجانيز والسيبم للدكتس ومن الدكتس للهير فوليكل، وتكون ماشي حوالين الشعرة تعمل لها نوع من التشحيم او التزييت، وبتطلع كمان على سطح الجلد على اساس انه تحمي الجلد من الفانجل انفكشنز والبكتيريال انفكشنز وكمان من الاكسترنال انفايرومنتال فاكتورز. العمليه السكريشن كاريد اوت باي سيبوسايتس از كولد هولوكراين سكريشن. هولوكراين سكريشن زي ما اخذنا في الشابتر الابيثيليوم عباره عن انفجار للخليه وكل الخليه بتموت. اذا محتاجه عمليه تعويض مستمره من خلال الستيم سيلز الموجودة على البيزمنت ممبرين زي ما حكينا. طبعا الان احنا ذكرنا انه السبيشيس جلاندز بتفتح الدكتس تبعتها على الهير فوليكلز. طب هنا في بعض المناطق ذكرنا انه فيها سبيشيس جلاندز وفي جزئية الهير حكينا انه ما فيهاش هير، زي ايش؟ زي البينس، الكليتوريس، الايليدز، النيبلز، الاريولا اوف ذا نيبل. طب كيف هذه فيها سبيشيس جلاندز وفيها شير؟ كيف بدها تفتح؟ هنا الدكتس بتفتح دايركتلي اونتو ذا ايبيديرمال سيرفيس. المود اوف سيكريشن اوف ذس اكسوكراين جلاند هي هولوكراين سيكريشن. البيزال لاير اوف فلاتند ايبيثيليال سيلز هذه هي الستيم سيلز اللي قاعده على البيزمنت ممبرين، بتبدا تنقسم بروليفريت و
undergo terminal differentiation as large lipid producing سيبوسايتس، مليانة بتكون small fat droplets، في عملية السكريشن بتفقد كل الفات droplets مع الأورجانيلز. النيوكلياي بتضمر في الحجم، بصير لها autophagy with other organelles، و near the duct the cells disintegrate، بتنفجر وبتفقد النواة والأورجانيلز إذا ما كانش صاير لهم autophagy، بس إذا كان صاير لهم autophagy إذن هي بتفقد فقط الإيش الليبيدز. البرودكت of sebaceous glands is called sebum، هذا السيبم بيغطي زي ما حكينا في الصورة اللي فاتت الهير شافت، بيغطي سطح الإبيديرمس. السيبم عبارة عن complex mixture of lipids وhydrolyzed by bacterial enzymes، بيزيد secretion of sebaceous glands at puberty، عشان هيك بنلاقي انه مرحلة البلوغ واضطراب الهرمونات هي مرحلة حدوث الأكني فالجارس. النشاط تبع sebaceous glands is affected by the hormone testosterone in men، وفي الwomen by ovarian and adrenal androgens، يعني في كلتا الحالتين affected by androgens. السيبم مهم for maintenance of the stratum corneum، هو بضيف للphysical barrier property of the skin، بيحافظ كمان على الهير شافت من desiccation by environmental factors، وإله weak antibacterial وantifungal properties. الميديكال application related to sebaceous glands is acne vulgaris. الأكني vulgaris أو حب الشباب عبارة عن inflammatory disorder of the pilosebaceous unit، تحدث غالبا during adolescence. في عندي هنا excessive keratinization within the pilosebaceous unit and excessive sebum production. الخطوتين مع بعض من excessive keratinization يعني في shedding كبير للstratum corneum، والexcessive أو الexcess sebum production معناته في عندي thick oil secretion بينتج بشكل مستمر، مش ملاحقة الضكس تطلع هذا السكريشن على السكين surface، بصير في عندي مع قلة الاهتمام بغسل البشرة بشكل منيح راح يؤدي إلى blockage of the ducts in the follicle. إذا صار blockage of the ducts in the follicle معناته بصير accumulation of sebum within sebaceous glands. هذا السيبم بتيجي بكتيريا اسمها propionibacterium acnes، تبدأ تنتعش في هذا المكان وبتبدأ تعمل لي inflammation وneutrophil infiltration. ولكن بعض حب الشباب بيكون حبوب لكن مش مؤلمة وفيش فيها علامات الالتهاب، لا فيها redness ولا فيها pain ولا tenderness، وبعضها فيها اللي فيها مع الكلام فيها inflammatory condition caused by propionibacterium acnes. جنيك علاج حب الشباب بيعتمد على عدة أشياء حسب طبيعة الحبوب هذه، ممكن نستخدم antibiotics، ممكن نستخدم anti-inflammatory، ممكن نستخدم الانتيبيوتكس تكون لوكال او تكون اورال انتيبيوتكس، ممكن نستخدم منظفات للبشره عشان تعمل على الريستوريشن اوف ذا داكت بيتنسي، ممكن نستخدم المقشرات اللي بتزيل اثار حب الشباب، الانلارجد فوليكل نتيجه الاكيوميليشن بنسميها كوميدون، بعض الحبوب هذه الكوميدون بتكون لها رؤوس سوداء بنسميها black comedon and so on. الآن ننتقل بالحديث عن sweat glands. sweat glands برضو عبارة عن epidermal derivatives long epidermal invaginations embedded in the dermis. حكينا احنا في السكين في عندي two main types of sweat glands اللي هي الإكراين أو الميروكراين أو الإكسوكراين sweat glands، والنوع الثاني اللي هو الإيبوكراين سويت جلانز. عملنا لكم اياهم في جدول للمقارنة حسب عدة أوجه للمقارنة. الوجه الأول هو الديستريبيوشن. الإيكراين سويت جلانز وايد ديستريبيوشن especially the soles of the foot أكثر density للإيكراين سويت جلانز. الإيبوكراين سويت جلانز لأدي confined to specific areas of the human body، بلاقيها في مناطق الأكزيلا في الإبطين،
في الـ Perianal Regions حوالين فتحة الشرج وفي منطقة الـ External Genitalia. تعتمد الـ Distribution تبع الـ Epocrine Sweat Glands على نشاط الـ 6 Hormones، أصلاً بتبدأ هي تنشط مع بداية علامات البلوغ. Secretory Portion نقصد فيها الـ Acini بتكون coiled في الـ Ecrine Glands with narrow lumen. أصلاً طبيعة السكريشن تبعتها thin and watery. More pale staining than the ducts. الخلايا لونها أفتح من خلايا القنوات. عبارة عن stratified cuboidal epithelium with three cell layers. في عندي clear cells وفي عندي dark cells وفي عندي myo epithelial cells راح نتحدث عنها فيما بعد. بينما في الإيبوكراني جلانز بنلاقي إنه secretory portion have a larger lumen، وهذا مهم لأنه طبيعة secretion of إيبوكراني sweat glands more viscous secretion، بتكون simple cuboidal، وهذا عشان يعطي larger lumen لازم يكون ما فيش stratification في الإبيثيليم، فبيكون simple cuboidal epithelium of acidophilic cells. The ducts of eccrine sweat glands برضو coiled with narrow lumen، نفس الحاجة. Two layers of acidophilic cells. ليش acidophilic؟ لاحتوائها على mitochondria. وبتفتح على the surface of epidermis. The ducts of eccrine sweat glands بتكون برضو نفس الإكراين، يعني coiled with narrow lumen و two layers of acidophilic cells. بس وين بتفتح؟ open into the hair follicle. المود اوف سكريشن في الحالتين ميروكراين، يعني simply exocytosis. لكن كانوا زمان يعتقدوا انه الايبوكراين سويت جلانز بتفرز عن طريق الايبوكراين مود اوف سكريشن، انه الابيكال بارت اوف ذا سيتوبلازم مع السيل ممبرين بيصير له شيدنج خلال عمليه السكريشن. لكن مع الادفانسمنت في الريسيرش اكتشفوا انه two types of sweat glands لهم نفس المود of secretion اللي هو الميروكراين secretion، لكن ابقوا على التسمية for differentiation between the two types. النيرف supply of eccrine sweat glands تكون cholinergic fibers تفرز acetylcholine، والإيبوكراين sweat glands بتكون adrenergic fibers. عندي الميروكراين sweat glands كويلد لافة على بعضها، والدكت تبعتها أيضا كويل، لكن هنا نارو اليومن ونارو اليومن of the duct، وهنا stratified cuboidal epithelium composed of dark و pale و myo epithelial cells. هنا simple cuboidal epithelium وإلها wider اليومن، الدكت برضو كويلد وإلها نارو اليومن و two layers of acidophilic cells، وبتفتح على الهير follicle. هنا بتفتح مباشرة على الإبيديرمال سيرفيس. اللوكيشن مهم، بنلاقي انه الميروكراين سويت جلانز بتكون لا مور سوبرفيشال في الديرمس، بينما الإيبوكراين بتكون مور ديب ان ذا ديرمس، وحتى احيانا بنلاقيها موجوده في الهايبوديرمس. هاي عندي هنا برضو صوره توضح لي السكريتوري يونتس في هذه الصوره. عندي هنا طبعا هذه الميروكراين سويت جلاند stratified cuboidal epithelium، شايفين عدة طبقات من الخلايا ولليوم انتباعها كتير صغير. هذه secretory units ولون الخلايا أفتح من لون خلايا الدكت، شايفين الدكت coiled ولونها strongly acidophilic الدكت، عشان وجود الميتوكوندريا، لأنه بصير عمليات modification للسويت خلال مرورها بالدكت system. بينما على الصورة بي هذه الإيبوكراين سويت جلاند، شايف secretory units simple cuboidal epithelium، فيش أوضح من هيك. واليوم انتباعها واسع جدا، اليوم انتباعها واسع. الدكتس نفس الحاجة زي ما حكينا، تشبه الإيبوكراين، تشبه الإيكراين سويت جلاند. الإيكراين سويت جلاندز secretory part has stratified cuboidal epithelium with three cell types. في عندي pale staining أو بنسميها clear cells. They produce the sweat، هي المسؤولة عن إفراز العرق. They have abundant mitochondria and microvilli عشان تزود secretory surface. Interstitial fluid from the capillary rich dermis around the gland is transported through
through the clear cells either directly into the glands lumen or into the intercellular canaliculi that open to the lumen. بمعنى ايش؟ معنى interstitial fluid مصدر من وين جاي؟ من الكابيلاريز الموجودة في الديرمس وتحيط بالإكرانيسوتي جلانز. الانترستيشال فلويد بمر من خلال الكلير سيلز وبيصب على طول في اليومن اوف ذا جلاند، اذا صار دي عملية السويت سيكريشن، او بيصب في انترسيلولار كاناليكيولاي موجودة بين الخلايا، والكاناليكيولاي هذه بتنقل هذا الانترستيشال فلويد لليومن فور سيكريشن. النوع الثاني هي الدارك سيلز، هذه سترونجلي ايزينوفيليك جرانيولز مالية السيتوبلازم. Line most of the lumen and do not contact the basal lamina. إذا الطبقة اللي قريبة من البيسال لامينا هذه الكلير سيلز، الدارك سيلز ما لا تلامس البيسال لامينا أبدا، وهي اللي بتكون أقرب لليومن of the secretory units. The granules undergo mirocrine secretion to release a poorly understood mixture of glycoproteins with bactericidal activity. إذا الدارك سيلز تحتوي على إيزينوفيليك جرانيولز، هذه الإيزينوفيليك جرانيولز إلها نشاط قاتل للبكتيريا بتفرز باستمرار داخل human of sweat glands. المايوإبيثيليال سيلز اللي تحدثنا عنها في chapter السليفري جلانز موجودة على البيزال لامينا، contract to move the water secretion into the duct. هي تحيط بsecretory unit like a basket. لما تعمل contraction تعمل squeezing وتساعد في إفراغ محتويات secretory units into the duct system. لو جينا نظرنا هاي عندي هنا lumen of the secretory unit، هذه الخلايا اللي مليانة الكترون دنس جرانيولز، هذه هي الدارك سيلز، هي واحده من الدارك سيل، شايفينها هاي الدارك سيل، انا رسمت السيل ممبرين تبعها هيك، هاي الدارك سيل مش واصله ابدا للبيسل لامينا، هاي البيسل لامينا موجود تحت الخليه هنا، هذه كلير سيل، هاي كلير سيل، وبينها وبين الخليه اللي جنبها في عندي انترسيلولار كاناليكولس، والانترسيلولار كاناليكولس متصل بطريقه او باخرى مع اليومن. المايوبيثيليال سيلز موجودة تحت وهي المسؤولة عن الكونتراكشن والسكويزينج اوف ذا secretory units. هنا شايفين اكثر من دارك سيلز موجودين جنب بعض، اكثر من دارك سيل تحتوي على سترونجلي ايزينوفيليك جرانيولز والها مايكروفيلاي وبتفرز هذه الجلايكوبروتين ميكستشر اللي له باكتريسايدال اكتيفيتي. الكلير سيلز هي موجودة هنا برضو إلها مايكروفيلاي، المايكروفيلاي تبعتها بقدر أشوفها المطلة على الانترسيلولار كاناليكيولاي. الإكراين سويتي جلانز، خلصنا الحديث عن السكريتوري يونتس، الآن نتكلم عن الدكتس تبعتها. الدكتس ريتش إن صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، هذه الدكت سيلز أبزورب صوديوم أيونز فروم ذا سكريتد ووتر to prevent excessive loss of sodium in sweat. احنا قلنا لانه السويت سيكريشن هي مجرد مرور للانترستيشال فلويد خلال الكلير سيلز من الديرمال كابيلاريز. الموديفيكيشن بيحدث خلال مرور السويت في الدكت سيستم، يصير ابزوربشن للصوديوم عشان ما نفقدش هذا الالكترولايت المهم في السويت. الفانكشنز اوف اكراين سويت جلاندز، البرودكشن اوف سويت تقريبا 10 لتر في اليوم. quickly evaporates upon release. The evaporation of sweat on the skin surface cause cooling of the skin and the blood present there. يعني بيؤدي إلى تبريد للجلد وتبريد للدم المتدفق للجلد في هذه المنطقة. Act as auxiliary excretory organs. Excretory organ مساعد، وبالتالي تتخلص من small amounts من النيتروجينس waste والإكسس salts من خلال السويت. برضو بعض الدراجز اللي احنا ممكن ناخدها بيصير لها excretion من خلال السويت. بعض الأطعمة الغذائية زي الحلبة مثلا بلاقي انها بيصير لها excretion خلال السويت. بعض الكورسات العلاجية لما ناخدها الأدوية بنلاقي انه ريحة العرق، ريحة الملابس بيكون لها كاركترستيك كيميكال اودر تبع الدواء خلال فترة تناول هذا العلاج.
الإيبوكراين سويتي جلانز الديفلوبمنت تبعها بيكون at puberty. Development is complete and they become fully functional at puberty. تفرز slightly viscous secretion عشان هيك بلاقي اليومن of the secretory units واسع واليومن of the ducts كمان واسع. الإفراز تبع الإيبوكراين سويتي جلانز أول ما يطلع بكون odorless يعني ليس له رائحة، لكن بسبب نشاط البكتيريا الموجودة على سطح الجلد في مناطق الأكزيلا والبيريينال ريجن على طول بيصير إله distinctive odor، بيكون إله رائحة قوية ومميزة. بعض الكيميكال سبستانسز اللي بتفرز في الإيبوكراين secretion apocrine sweat gland secretion اسمها فيرومونز. هذه الفيرومونز يعني أجرى العلماء دراسات عليها في بعض الثدييات أو في العديد من الثدييات والقريبة جدا من الإنسان، وجدوا إنه هذه الفيرومونز مهمة في الاتراكشن بين الميلز والفيميلز في أفراد القطيع الواحد، وهي المسؤولة عن معرفة أفراد القطيع بعضهم ببعض، وبتعمل regulation للphysiological activities بين أفراد القطيع. في الهيومنز يعني not well understood، مش well developed الfunctions تبعت الفيرومونز. however بعض الدراسات اللي أجريت على الطالبات اللي بيسكنين في السكن الجامعي وجدوا انه الدورة الشهرية بتيجيهم تقريبا في نفس الايام، هذا يدل على انه تأثير الفيرومونز في الريجوليشن اوف فيسيولوجيكال اكتيفيتيز بتوين ماملز او بتوين هيومنز. السويت اوف انفانتس وذ سيستيك فايبروسيس is often salty يعني مليان أملح and is commonly taken as indicative of this genetic disease. نيجي نقيس الكلورايد في السويت بلاقيه عالي جدا، هذا يدل على انه هذا الطفل معاه cystic fibrosis. Cystic fibrosis patients have defects in a transmembrane conductance regulator اللي هو CFTR of epithelial cells that lead to disruptive accumulations of thick mucus in the respiratory and digestive tracts. هنا هي المشكلة انه طبيعة السكريشن في مرضى cystic fibrosis بتكون thick. The accumulation of secretion يؤدي الى وسط يعني محفز للrecurrent bacterial infections في البنكرياس مثلا، بيؤدي الى premature activation و pancreatitis. وفي السويت جلانز بنلاقي فيلير تو ريموف سولت فروم سويت في مرضى السيستيك فايبروسيس، وبنيجي نعمل لهم كلورايد ان سويت بنلاقيه مرتفع اكثر من الطبيعي، معنى الكلام انه هذا يعتبر انديكيتور فور سيستيك فايبروسيس ديزيز. سكين ريبير، سكين هاز ا جود كاباسيتي فور ريبير، وكنا يعني عاينا هذه الشغلة بأعيننا، شوفنا كيف لما بصير جروح قطعية أو abrasions في السكين كيف بصير healing restoration of normal skin في نفس المنطقة اللي صار لها damage. Process of cutaneous wound healing whether initiated surgically or accidentally. لما نقول whether initiated surgically يعني كان في عندي cut wound وأنا عملت له suturing يعني خيطته أو تركته أنه يلتئم لوحده، تحتوي على عدة خطوات، وهذه الخطوات أو المراحل في بينها وبين بعضها overlap و vary in duration with the size of the wound. لو جينا اطلعنا هنا بنلاقي في هذه الصورة أول حاجة نتيجة الجرح نفسه بصير في عندي cutting or injury of blood vessels، وهذه blood vessels تبدأ تعمل bleeding into the wound، فبصير كل الجاب اللي نتج بسبب الوند مليان بلاد، وهذا البلاد بصير له coagulation. البلاد clot forms زي ما احنا شفنا and leukocytes clean wound، تيجي leukocytes وبتنظف
مكان الجرح من أي foreign particles ممكن تكون introduced by the wound itself. بعد كده بصير عندي blood vessels regrow and granulation tissue forms. شايفين هذه الخلايا اللي أجت من الديرمس، هذه اللي بنسميها fibroblast، اللي إلها contractile activity بنسميها myofibroblast. هذه myofibroblast بتشد أطراف الوند وبتقلل الجاب of the wound وبتساعد في عملية الريستوريشن. هنا الفايبروبلاست بتكون نشيطة وبتعيد تكوين مكونات الكونكتيف تيشو في منطقة الديرمس. منطقة الإبيديرمس تبدأ تنشط الإبيديرمال سيلز of the stratum basale and spinosa من المارجنز of the wound وبتيجي تعمل لي restoration of epidermal cells from the bottom upward، يعني من تحت لفوق لغاية ما نلاقي المنطقة. هنا طول الوقت في عندي blood clot أو في عندي scab، في عندي قشرة، وهذا القشرة تدل على إنه في عندي active healing of the skin below it. عشان هيك مهم جدا لما يصير في عندنا جروح تتكون قشرة على سطح الجلد إياك ترفعها، لأنه أنت لما ترفعها بتعمل interruption of the healing process. طب وإيش المشكلة لما يصير interruption؟ نعم، أنت لما تعمل interruption في منطقة الإبيديرمس معنى الكلام راح يصير failure of epidermal cells to restore the superficial region of the epidermis with normal epidermal cells. بتخش على خط على طول الفايبروبلاست وبتبدأ تعمل لي كولاجين فايبرز وفايبروس تيشو وتترك لك ندبة في مكان الجرح، والندبة هذه بتكون إيش مدى الحياة. عشان هيك مهم جدا نحن نترك هذا الووند يلتئم لوحده ونحاول نبعده عن المية أو عن أي ملوثات. الشغلة الثانية المهمة ما نشيلش هذه السكاب. الشغلة الثالثة الأهم من البداية أنه أنا بقيم الجرح إذا كان الجرح عميق والحواف تبعت الجرح بعيدة عن بعض، إذا محتاج primary suturing في المستشفى حتى يعني أحصل على نتائج أفضل على صعيدي الهيلينج والكوزميتيك أبيرانس. طيب أعزائي الطلبة، إلى هنا تنتهي المحاضرة الثانية من موضوع الهيستولوجي of the skin and integumentary system. اتحدثنا فيها عن الهيستولوجي of the epidermis، histology of the dermis subcutaneous tissue، وتكلمنا عن different types of sensory receptors of the skin، وأخيرا تحدثنا عن الepidermal derivatives بأمثلتها المختلفة الhairs والnails والsweat and sebaceous glands. بعدك تكلمنا عن skin repair. إلى أن ألقاكم في محاضرة جديدة، كونوا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.